حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم دياب منصور شفيع البطاش إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة 12/6 للنطق بالحكم. رفعت الجلسة. بمعنى أنت ود الهلالي. سيدي دياب، سيدي دياب، نورتينا يا ريهام. ميرسي يا طنط من ذوق حضرتك. ايه يا ريهام، ما بتاكليش ليه؟ انا عارفه ان الاكل مش عاجبك، بس هقول لك اعملي نفسك بتاكلي عشان محدش ياخد باله. لا خالص، تسلم ايديكم بجد. ما تاكل على الصور. نعم، دي مش اكلتك يعني. انت هتبص لي في اللقمه ولا ايه يا حسام؟ ما تخليك في طبقك. دي اكل الكتيبه. يا محمد في ايه؟ ده حسام اخونا من زمان، يعني مش غريبه عليك. قوليلي وانت يا انسه ريهام بقى، خلصتي ولا لسه بتدرسي؟ اهو المتر هيرزل اهو. انا اخر سنه ألسن اسباني. اسباني؟ دي زي دعاء صاحبتك اللي بتتفرج معانا ماتشات ريال مدريد. دي دلوقتي الملوخيه دعاء، اصل دي ماما دعاء. مين؟ ريهام. ريهام مين؟ ريهام مساعد. ريهام انا طبعا على فكره انت وترتني. دي دلوقتي الملوخيه ريهام، اصل دي ماما اللي عاملاها. دي سلطة يا محمد. مش عارف بقى في الليلة دي. عايز أقول لك أحسن واحدة بتعمل ملوخية في مصر سلمى مراتي. ميرسي يا حبيبي. بس مش على ماما. كده يا حسام. يا شاطر عليك. أنت ما تسكتش أبداً. على فكرة ولادي دولت يموتوا في الهزار، لازم تتعودي بقى على كده. يلا كل يا ريهام. حاضر. كلي من أنا والشيف دعاء. إسبانيو كده. أه ميسي رونالدو ريال مدريد. كل يا محمد كل. أخ يا ناري، إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ معقول؟ بعت الغالي بالرخيص عشان أفضل مرمطون عند حسام بيه؟ يا خسارة، يا ريتني ما بلغت عنه، جاتني شكة في لساني. ماني كمان ما كنتش أعرف إن جابر حيموت ودياب حيتمسك ومش هيفضل لي غير المعلم منصور. صحيح هو الكل في الكل، بس سنه كبير وصعب يتحمل عبء تجارة زي دي. أنا غبي، أنا غبي وفقري كمان. آخ، كان نفسي يكون عندي أرانب متستفين تحت الأرض مش بيتنططوا فوقيها زيكو كده. آخ آه يا غلبياني، آه يا مراري وأيامي السودة. آه ايه رايك في ريهام يا ماما؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بنت ادب واخلاق وعيله، يعني ما فيش بعد كده. وانت يا حسام؟ هقول ايه اكتر من اللي امك قالتها، ما شاء الله. طب وانت يا سلمى؟ ما شاء الله عليها، مؤدبه وبنت ناس. انت بتسال ليه؟ اصل انا بفكر اخطبها. تفكر ايه؟ اخطبها. تخطب مين يا ابني؟ انت ناسي ابوها مين؟ مساعد وزير، يعني لو عمل تحريات عنك هليك سهرتي وبايظ وبتاع. شويه هزار يا حسام. انت نسيت احنا مين ولاد مين وهنبقى ايه ان شاء الله؟ اول مره تغلبني في الكلام يا ابن الهلالي. طب ايه رايك يا ماما؟ والله يا محمد مش عارفه اقول لك ايه. قولي له الف مبروك يا طنط وخلينا نخلص منه بقى. انت بقيتي تاخدي قرارات في البيت وانا موجود كده عادي؟ ها الله، وما تاخدش قرارات ليه؟ تاخد قرارات زي ما هي عايزه، وبناء عليه قررنا. الف مبروك على خيره الله. ماشي يا سيدي، مش هنكسر كلام الست الوالده. الف مبروك. الله يبارك فيكم. طيب هاخد معاد بقى مع ابوها عشان نروح نخطبها. ابوها عادي كده، اسمه سياده اللواء. سياده اللواء طبعا. مالك يا ابو البنات؟ ما تقوليش ابو البنات ده، سيبيني في حالي. خير كف الله الشر. كان مفتوح لي باب رزق زي الفل، وانا بغباوتي اللي قفلته. شكلنا كده هنشوف ايام سودة اسود من كده.
بكتير. يلا غوري غوري عشان السواد ابتدى يبان. غوري. ماشي. الله يرحمك يا جابر ويفك سجنك يا دياب. كلاميه ده سيادة النايب. ده كلام العدل يا كبير. وانت عارف وضع كنايب في المجلس حساس كبديه. واي صلة بناتنا دلوقت ممكن يكون فيها ضرر كبير علي. ده بدل ما تواسينا وتوقف جارنا. وقوفي مش هيفرق معاكم كتير. يمكن يدمرني. خصوصا بعد ما تعرف انكم تجار سلاح وبقيت فضيحة في البر كله. كمان الحكومة اشتبهت فيك. ما الكل عارف وشايف وساكت من زمان. بس بعد اخر عملية وجابر والحكم بالاعدام على دياب ثبتت عليكم ومحدش هيسكت. والدياب اللي كنتوا دفننها في الجحور هتطلع والحكومة حط عينيها عليكم. اوعك تكون فاكر ان انا اتكسرت ولا المركب بتغرق وانا مداريش. لا فوق ده انا منصور البطاش ومحدش يقدر يهزمني. خلينا نتكلم بصراحة يا كبير. جابر ولدك الكبير الله يرحمه كان دراعك اليمين وربنا أراد إنه يتقطع. ودياب ولدك الصغير كان رجليك اللي بتمشي عليها. ويا عالم هتقدر تمشي تاني ولا لا؟ وكمان السن اللي حكمه كبير. ما جاش في بالي إنك تاجي بذات نفسك وتقول لي كلام زي ده. هي دي الحقيقة كبير مهما كانت مرة. والكلام ده لمصلحتي ومصلحتك ومصلحتنا احنا التنين. نهد اللعبة على الآخر ونقطع أي صلة بناتنا دلوقت لحد الفترة دي ما تعدي. ودلوقت إيه المطلوب؟ حكمة بنت أخوي تعاود معايا لبيتنا. تعاود كيف؟ وهي مرض دياب وعلى ذمته. ما تاخذنيش يا كبير. دياب دلوقت في حكم الميت وحكم الجنون. مش معقول بنتنا تفضل حداكم شهر ولا اتنين وهي يمكن تبقى أرملة. لا يا عمي أنا قاعدة هنا في بيت جوزي ومش ههم الواصل. إيه الكلام ده يا بنت؟ ده آخر كلام عندي لو كنت عاوز تسمع. اسمعي كلام عمك يا حكمة. ما تعنديش. دي مهما كان عمك وهو أضرب مصلحتك. مصلحتي؟ عمي عمره ما فكر غير في مصلحته هو وجيته ديه عشان يأمن نفسه ويبعد الشبع عنه في تجارة السلاح. ايه اللي بتقوليه دي؟ انا خابرة كل حاجة وعارفة ملعيبك. اتحشم يا بنت. كلام ديه فات اوانه. كنت تقوله ايام ما كنت احداك في بيتك. انما دلوقتي انا في بيت جوزي وابو ولدي. ولدك؟ ايوه انا حبل. عرفت كيف؟ ده شغل حريم يا عمي وانا اتأكدت. وقع مطين نبطين. واه وقع مطين نبطين اني حبلي؟ ده بدل ما تحب على راسي وتباركلي. لكن كيف وانت طول عمرك خوان ومالكش خير في حد؟ اخرس يا بنت. وقف عندك يا صادق. كن في علمك حكمة من دلوك بنتي واللي بطنها ولدي من نسل البطاطش. وانت مالكش سلطان عليها ولا عليه. اعتبرني موت زي محروس. فاكره اخوي اللي سيبته في الدنيا يضيع من غير ظهر ولا سنه. انا فعلا متضر منك وانت من الساعه دي لا من الطراشنا ولا اعرفك. حسره على الطراشنا اللي ولوا عليهم كبير ما ماليش مطرحه. اخرسي قطع لسانك. قلت لك حكمت من الساعه دي بقيت من البطاطش ومقامها من مقام بناتي واكتر. واحنا في سلونة اللي يمس طرف مرة من عندينا نقطع يده. ماشي يا منصور. اسم الكبير. ولا يهمك حكمة يا بنتي. طالما اشتريتيني لممكن نبيعوك واصل. الله يكرمك يا عمي. من دلوقت قولي لي يا بوي
أمرك يا أبوي. واه 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 واه، معقولة دي؟ مالك يا نجيبة؟ تبكي ولا إيه؟ إيه؟ ليها حق تبكي بدل الدموع دم؟ بكرة حكمة تركب وتدلدل عليها. انتوا اللي جابكم هنا؟ يا بوي، هو انت دايما كده؟ احنا جايين نواسوك في مصابك. للان ما تصابتش، ولساني حافظه مقامي، وبكره تشوفوا. قولي لي يا حكمه يا بنتي، انت ليه عملت كده؟ واحده غيرك كان ممكن تروح مع عمها وتتطلق من دياب وتريح نفسها من الموال ده. ما تعودتش اهرب عشان انفض بجلدي. ابويا الله يرحمه علمني ما خافش. يمكن جوازي من الدياب كان قسمه ونصيب، ما كانش ليا يد فيه، لكن اختياري اني اعيش معاه لسه في يدي، وانا اخترت اعيش مع الدياب حتى لو كان ميت. اصيله يا بنتي، دلوق بس اتاكدت اني اخترت الولد دياب الزوجه الصالحه اللي تصونه وتوقف في ظهره. بمد يدي ليدك يا عمي عشان تكوني ظهر، كل قلبي يخاف عليك. وانا موافق يا بنتي. وطار محروس ودياب وجابر في رقبتي، مش هعمل واصل. لا، خلي الطار على الرجاله يا بنتي. وانا مره بميت راجل، والطار ما بيفرقش ما بين راجل ومره، حرقه القلب واحده، واللي ليه طار لازم ياخده. عفارم عليك يا بنت البطاطشه. تسلم ايدك يا حبيبتي. هاي الواد نيكولاس كيدج ده بيعمل افلام عظيمه. عارف يا حسام؟ زمان وانا صغيره قعدت افكر في الشخص اللي هتجوزه وحاولت اتخيله. تخيلت ايه؟ تخيلت انه حد حلو قوي. حلو قوي؟ وبتقوليها في خلقتي كده؟ حلو، ادي اول حاجه ما لفقتش. انا قصدي يبقى حلو في الكاركتر بتاعه، يعني مش بس في شكله. حلو في ايه؟ الكاركتر بتاعه. الكاركتر بتاعه جميل على الكاركتر، حلو في شخصيته يعني. ادي لفقت. يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا فيه حاجه حلوه وحاجه وحشه. ادينا عرفنا الحلو، نعرف الوحش بقى. حرام عليك يا حسام، احنا لسه متجوزين وعايزين نشوف منك حاجه وحشه. لا بجد يا سلمى، بصي بقى، لو في اي حاجه فيا مش عاجباكي قوليها لي وش كده. ليه؟ أنا لو أقضي معاكي حسبة 60 70 80 سنة، إلا بقى لو ربنا مش رايد ونزلت مأمورية قمت منشوش طلقة بين حواجبي فبقيت أنت. إيه ده يا حسام؟ إيه كل ده؟ إيه كل ده إيه؟ إيه 60 70 80 سنة دي؟ هو ده اللي همك؟ مش همك الطلقة اللي هاخدها بين حواجبي وتبقي أرملة؟ لا بجد يا حسام بتكلم جد، بطل تهريب. ما بهركش. بص أنا مش شايفة فيك أي حاجة وحشة، بس في حاجة واحدة بس بتقلقني منك وبحاول ما أفكرش فيها كتير. إيه؟ ما توهشنيش. ساعات بحس إنك شديد قوي في الحق. طب وده غلط؟ لا مش غلط، بس لو زاد عن حده يتقلب ضده. شديد في الحق. طيب بصي، لو كنت شديد في الحق سميها بقى طبيعه، فطره، سلو عائلتنا، سميها زي ما تسميها. ايوه بس انا بس من اكمل كلام. اهدي بالله كده، اكمل كلام. انا حواليا قبلسه كتير يا سلمى، كتير قوي، وشداد شداد قوي، بس في الحرام، عشان كده لازم ابقى شديد في الحق. طب ممكن عشان خاطري تاخد بالك من نفسك، عشان انا ماليش غيرك في الدنيا. النبي مالكيش غيري في الدنيا؟ طيب ماشي، عايزك بقى تشدي حيلك كده وتظبطي نفسك. ها، عشان حجزت كام يوم في الغردقه نكمل شهر العسل اللي اتقطع ده. بجد؟ اه والله. طب هنسافر امتى؟ بص يا ستي، اخلص خطوبه الواد محمد واقفل شويه حاجات في الشغل ونطير على طول. طب ونبي قولي قبلها يا حسام، عشان انا ما بحبش المفاجآت. انا بقى ما بحبش غير المفاجآت، مش قلت لك انا بتاع تغيير؟ يوم كده يوم كده، امر كده امر كده، وعامل لك حته مفاجأه بقى دلوقتي. ها، مش عايز تعرفيها؟ لا عايز؟ لا استني بس لما ادفي الواد نيكولاس كيدج ده احسن يبص علينا. هم دايرك يا عارف يا ابوي، انا ما همنيش حكم الاعدام ولا حتى موتي. اللي حارق قلبي من جوا اخويا جابر اللي اتقتل قدامي وما قدرتش اعمل له اي حاجه. اهدى يا ولدي، اهدى عشان نعرف ونفكر وندبر نفسينا.
أنا خليت المحامي ينقض الحكم. لساني حستنى محامي وحكم تاني. الحكم طلع طلع يا أبوي. طلع. وحبل المشلقة شايفه قدامي. بعد الشر عليك يا ولدي. أنت لازم تطلع وتعيش عشان تربي ولدك اللي جاي. ولدي. ولدي. أيوة. حكمة حبله. مكتوب علي يا ابوي يوم ما يتولد ولدي يكون اخر يوم في عمري. اشوفه يا ابوي. اشوفه قبل ما اموت. حتشوفه يا ولدي. وحتربيه. وحتجوزه كمان. تحت على يدك يا ابوي. على يدك تلقاني صرف قهوه. احب على يدك. أشوف ولدي يا أبوي. من غير لف ولا دوران يا فندم، إحنا يشرفنا أن نطلب إيد بنت معاليك الأنسة ريهام لأخويا النقيب محمد. حضرتك قلت إيه؟ ده شرف لينا جميعاً. وفي الحقيقة مش هلاقي عريس أحسن من النقيب محمد في أدبه وأخلاقه وشهامته عشان أديله بنتي ريهام. يا فندم ده الشرف لينا. إحنا هنلاقي فين عروسة حلوة وبنت ناس طيبين زي ريهام بنتك؟ بصراحة بقى، من يوم موقف النقيب محمد مع ريهام بنتي في النادي وانا بحبه كده لله في لله من غير حتى ما اشوفه. شكرا يا فندم، انا ما عملتش غير الواجب. كلك شهامه يا حبيبي. انا جوزي الله يرحمه كان شهيد من شهداء حرب اكتوبر، والرئيس السادات اداله نجمه سينا. الحقيقه اولاده الاثنين محمد وحسام ورسين عنه الشهامه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ابن الوز عوام. ايه يا عروسه ساكته ليه؟ هقول ايه؟ السكوت علامه الرضا ولا ايه يا انسه ريهام؟ شكلنا كده هنبقى اصحاب قوي يا ريهام. أنا كمان حاسة كده. ربنا يديم المحبة بيننا إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. طيب نخش في الموضوع سعادتك. حضرتك تقول لنا طلباتك وإحنا تحت أمرك. في الحقيقة أنا ملياش طلبات. أنا بشتري راجل لبنتي ريهام. لا يا فندم برضه لازم تقول لنا. يا حاجة أنا ملياش أي طلبات ومفيش فرق بيننا. اللي تقدروا تجيبوه تجيبوه وإحنا نكمل الباقي. يا حاجة صدقيني الحاجات دي كلها شكليات. إيه يا جماعة؟ إحنا مش هنشرب الشربات ولا إيه؟ يا سلام حالك. قبل الشربات يا مدام. ساعة الباشا نتوكل على الله نقرا الفاتحة. يلا على البركة. بسم الله. طلبات يا غالي يا ود الغالي. ما تخافش يا حبيبي من اي حد طول ما انا جنبك لحد ما تكبر ويشتد عودك وتبقى راجل يخوف الرجاله. من ابويا جدي. ابوك راح عند ربنا وسابك نايب عنه هنيه، ولازم تبقى قوي راجل وتشرف ابوك. انا باكل فين عشان اكل قوي واكبر؟ مش بالواكل بس يا ولدي، لازم تبقى قوي وتبقى راجل يخوف الرجاله ويبقى قلبك جامد والخوف نفسه يخاف منك وترفع اسم البطاطشه لفوق لعالي، انت وعيالك وعيال عيالك ليوم الدين. لحال الدنيا يا كبير. قلبنا معاك. شد حيلة في ايه يا دي انت وهو؟ مالك يا دي انت وهو عاد؟ ولا حاجة، احنا جايين نواسوك وناخد بيدك في الشدة اللي انت فيها دي. صح، احنا مهما كان في مقام اولادك. واذا كان مثلك راجل ربنا عوض عليك بثلاثة، اعتبرنا دراعك اليمين يا عمي. اكتم خشمك يا دي انت وهو. انا ضفر عين من عيالي برقبة 100 راجل زيكم.
وكان جابر راح فديه قدر ربنا، ولد دياب حيطلع غصب عن عين التخيل. احنا قصدنا انتوا ما تسووش حاجة في سوق الرجالة واصل، ولازم تعرفوا ان انا الكبير وهفضل طول عمري الكبير. ولا انتوا صدقتوا كلام صادق ده انا افعص برجلي. طب جربنا يا كبير وشفنا رجالة ولا لا؟ جربتكم قبل كده، ويكون في علمكم انا جوزتكم بناتي عشان معاكم شهادات، وهو الجواز سطرة. بس كده وحسك عينك انت وهو تفتحوا الموضوع ده واصل. انا منصور كبير البطاطشة، ويوم محتاج راجل يجيني 100 راجل في غمضة عين. مفهوم؟ مفهوم يا كبير. غوره من وشي. حاضر يا كبير. لا 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 معلم شعبان، لا ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو انا محول لك المحل الكافيه، عاوز تلته حقي، مش انا اللي هدير المحل يا منير؟ تدير وتقوم تلهوه ببطنك كله. هو انا قلت كلمتي، لو انت عندك كلمه تانية قولها، انا ما عنديش مانع اسمعك. امرني. هديك 10%. شويه؟ لا 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 بعيد قوي، هزيها شويه لاجل المركب ما تمشي. هو انا بقول لك 10%؟ انا بقول لك 10% المركب. ايه نقول مبروك؟ طيب لا مؤاخذه، يعني ايه موقف اخواتك والحاج؟ الحمد لله كلهم مخلصين تجنيد، ابويا بس اللي خد يعفى. طب موقف ايه وبتاع ايه؟ انا هكلمه واثر عليهم واخليهم يوافقوا. نقول مبروك بقى. مبروك يا منير، ربنا يخليها عتبة خير علينا وعليك. ان شاء الله ان شاء الله. ايه يا منير يا ابني، انت ما قفلتش المحل لغايه دلوقتي ليه؟ ايوه معلش، اصل الزبون ده طالب حاجات بس غريبه شويه، عمال اجمعها على طول. حاجه على طول اهو. اتفضل. ماشي يا حاجه اللي انت طالبها. وطلبت حاجه اهو. 5 جنيه. 5 جنيه بتاعت ايه؟ القرطاس. قرطاس ايه؟ انت هتقرطاس ايه؟ 5 جنيه حق القرطاس بقى عشان نخلص نقفل. خد يبقى لي في ذمتك 5 جنيه. حاضر. اتفضل. بغليه قبل ما تنام. ها هواني زعلتك في حاجه يا كبير؟ اكون انا اللي زعلت. انت وهو. اسمع، اللي هتشوفوه دلوقتي يفضل سر بيناتنا احنا الثلاثه، واللي هينطق عنه كلمه لاي حد يبقى مستغنى عن عمره. اوامرك يا كبير. سرك كبير يا كبير. ده احنا ستر وغطى عليك. سيدي دياب ولدي،
الحمد لله على سلامتك يا ولد. سيدي دياب، ألف حمد لله على السلامة يا سيدي، ألف حمد لله على السلامة. ازيك يا ولد؟ بخير طول ما أنت بخير يا سيدي. طاهر، مالك مساهم كده ليه؟ لا ده أنا فرحان، ده أنا الفرحة مش سيعاني إن أنت طلعت لنا بالسلامة وخدت البراءة. الحمد لله على السلامة يا سيدي دياب. إحنا هربناه من السجن، والسر ده لازم يفضل بيناتنا إحنا الثلاثة، ولو طلع يبقى حد فيك اللي بلغ. يبلغوا كيف عن سيدنا وتجراسنا؟ هو احنا نقدر نعمل حاجه؟ ده احنا الفرحه مش سيعانا، ده انا مش عارف اعمل ايه والله يا سيدي. دي لو ما شاليتكش الارض نشيلك فوق راسني. تشكر يا طاهر، تشكر. عاوز اتحدث مع ولدي احنا لوحدينا. امرك يا كبير. طب احنا بره، لو احتجتوا اي حاجه اندهولنا. استنوا شويه، المركب اللي جيتوا فيه تدلوا على الغردقه، تشتروا خلقات جديدة وتعودوا تاني. أوامرك يا سيدي الناس. يلا يا توحشتك قوي يا دياب. ده انت روحي، انت عناية اللي بشوف بيهم، ده انت دراعي اليمين، وانت اللي ورايا واللي قدامي واللي خلق الخلق. لو حد مس شعره فيك ولا هو بناحيتك تاني، لخليه يندم على اليوم اللي اتخلق فيه. ربنا ما يحرمنيش منك واصل. قولي صح يا ابوي، الناس اللي هربوني دول مين؟ زينين؟ زينين قوي. دول ناس متخصصين في العمليات اللي زي داي. وانا قلت لك يا ولدي، الصبر، الصبر عشان ندبروا نفسينا ونفكروا وندوا العيش لخبازه عشان يخبزه. وليهم دارين وسط البحر دي يا ابوي؟ اصل المية دي على الحدود، ولو حصل شيء تقدر تهرب بالمركب ده وتطلع برا مصر. وجيب لك معاي البازابورت بتاع جنوب افريقيا. الله ينور عليك يا ابوي. المهم لازم ندلوك نفكروا في حاجتين تنين ملهمش تالت. أول هام، مين الخاين اللي دخل الحكومة وسطينا وبلغهم بمعاد العملية؟ تاني هام، ناخده بطار أخوك جابر. دلوقك احنا اطمننا عليك، لازم نطمنه على جابر عشان يكون مرتاح في تربته. قصدك الضابط الكلب اللي كان مسؤول عن العملية؟ أيوة. هو اسمه ايه يا ابوي؟ اسمه حسام الهلالي. تخيلي ان معتز لما راح ياخد الفلوس اللي الحاج موصي منير عليها، منير مضاه واصله امانه بالفلوس. منير اخويا عمل كده؟ شفتي؟ الله يكون في عونك يا ايمان. انت هتلاقيها منين ولا منين؟ من اخوكي عمر ولا من اخويا منير؟ ربنا يهديك يا منير. ربنا يهديه ويهدي عمر ويهدينا جميعا. مش انا لو كنت دلوقتي شغاله كنت قدرت الم له فلوس بدل الحوجه اللي احنا فيها دي. وانت هتشتغلي ايه بس يا ايمان؟ حلم حياتي يا منيره ان انا يبقى عندي كوافير. بس اقول لك ايه، ادي الله ودي حكمته. ومين سمعك؟ انا كمان العيال مطهقني ومغلبني. ليه بتقولي كده يا منيره؟ ما انت عارفه فلوس الدروس الخصوصيه ومصاريف البيت، وطبعا انت عارفه شلبي ايدك منه والارض حاطط ايده في الميه البارده. مش عارفه اقول لك ايه والله يا منيره. ربنا يصبرك يا حبيبتي. يا رب ويفكها علينا يا رب. دي كده طبلت على الاخر. بالعكس، دي حلوت وواضح ان لسه فيه امل. امل ازاي ودياب هربان ومحكوم عليه بالاعدام؟ يعني صعب يرجع يشتغل بحريه زي الاول، والبوليس بيدور عليه. يعني هو كان بيشتغل في فوانيس رمضان، ما هو كان بيهرب سلاح، يعني متهدد في اي لحظه، ومش فارقه كتير لو اشتغل وعليه حكم. المهم إنه هو برا الحبس وبحريته يقدر يبيع ويشتري حتى لو بوسيط. طب وحسام بيه لو سألك عليه يا طاهر، انت هتقول له ايه؟ انا ما اعرفش عنه اي حاجه. لا يا راجل، لو انت ما تعرفش ان دياب هرب وهم بيرحلوا من المحكمه.
لا يعني سمعت زي اي حد، لكن ما اعرفش هرب راح فين. ولا لقم الفلاحين ده مش هياكل معاه يالا. انا زرعك وسطهم عشان تجيب لي معلومات، مش عشان تقول لي سمعت ما اعرفش. الحبتين دول من الخمسه دول انا اللي اخترعتهم يا باشا. انا مهما كان هناك حته خدام لا راح ولا جه، وهم لا يمكن يقولوا معلومه مهمه زي دي قدامي. لو انت مستنيهم لما يقولوها قدامك يا بني ادم، انت شغلتك ترمي ود تسمع تتقص وتيجي تقول لي المعلومه. شكلك كده طار كبرت وجلدك تخن على الشغل. ابدا والله يا باشا، بس انا كل اللي بسمعه هناك يعني معلومات ما تستاهلش اللي اقولها لك. وانت ايش عرفك يا حلوف تستاهل ولا ما تستاهلش؟ انا اللي اقول تستاهل ولا ما تستاهلش. اسمع يالا، فتح مخك معايا وركز، في معلومتين تهب وتختص تجيبهم لي من تحت الارض. الاولانيه مكان الولد اياب، الثانيه دليل ادانه على منصور، يا اما عمليه جديده يكون بيرتب لها علشان نمسكه متلبس ونخلص من الفيلم ده ونقفل القضيه ونريح دماغنا بقى. اوامرك يا سعاده الباشا. تاخد بالك من نفسك، عشان لو حسوا بحاجه ها هيذبحوك. ربنا يجيب العواقب سليمه ويسترها يا سعاده الباشا. امين يا رب. يعني مش عايز مني حاجه تانية؟ سلامتك. يعني امشي؟ والله لو مش عايز تمشي ممكن تعوم. ها اختار واحدة منهم وعد لغاية ثلاثة. لا لا واحد. خلاص يا باشا. اتنين. خلاص همشي يا باشا. اخفى من خلاص وشي. والله مش عامل حسابي هعوم ازاي يعني. يلا يا باشا كتر ألف خيرك. السلام عليكم. السلام عليكم. أخوي. سلام يا باشا. سلام اخويا. يوه ما تفضها سيرة بقى يا ولي. جاتك القرف انت وعاطف في ساعة واحدة. أنا مالي وماله. قصدك مش فاهم يا اخوي، الواد ده هيسفرني ايطاليا وهيشغلني كمان هنا. وانت يا معفن انت هتجيب فلوس للسفر منين؟ ايه وين البركه فيك انت بقى يا اخويا يا حبيبي؟ منين؟ ما ديك شايف يا اخوي الترعه جفت وبانت ضفادعها. عشان خاطر يا طه، عشان خاطر دول 20,000 جنيه، واوعدك اول ما ارجع بالسلامي هردهم لك الطقطقه. جاك 20,000 عقربه يقرصوك في لباليبك يا معفن. يعني مش ناوي تديني الفلوس؟ والله لو اتشقلبت قرد قدامي كده ماني مديك مليه محمر. ما كانش العشم يا ابن امي وابوي. الله ياض غور من قدامي. اياك شديب يطلع ياكلك، ما يتفضلش منك غير الطاقيه. اظن بقى ما فيش احلى من كده. 4 ايام في البحر لا اوتيل ولا وجع دماغ. الواد احمد صاحبي دوت جدع قوي، ما فكرش مرتين اول ما قلت له عايز المركب. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ على فكره انا كمان عندي مفاجاه عشانك. مفاجاه؟ ممكن تيجي تقعد جنبي؟ ايه يا عبد الحبيب؟ اديني جيت يا ستي. اسمع. اسمع هنا؟ مش سامع حاجة. انت سامعك وفهمك تقيل قوي يا حسام. انت سمعت ايه؟ يا بنتي مش سامع حاجة. انت بتستهبل؟ احلف. والله رحت للدكتورة وقالت لي. يعني سلمى الصغيرة جاية؟ وهلعب بيها؟ هيبقى عندي كما انت كريم يا رب. الحمد لله يا رب. حبام حبام يا بحر. بس ممكن اروح اجيب حاجه؟ لا 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 لا، انت تيجي هنا تعالي كده اقعدي هنا ما تتحركيش وما تلعبيش اي حاجه. يا ستي مالكيش دعوه. عايز تاكلي؟ عايز تاكلي صح؟ انا هعمل لك الاكل. يا ما انت كريم يا رب. اوعي تلعبي في اي حاجه. حاضر يا ابو سلمى. الله اكبر. يا ما انت كريم يا رب. عشان انت يا خالي اللي هاخدها الكبنيه دي. ابتدي منين بقى؟ اه جبنه عيش فاكهه يبقى حلاوه الحنيه كمان دي بقى. اه عشان انت هادي انا هاخدك الميه دي وانت سامع الارض الحمراء او الصفراء او الخضراء. والله هتبقى اب يا حسام، امي هتفرح قوي. طيب يا حبيبتي بيطمنيني عليك. مع الف سلامه. ماما. ايه يا حماد؟ باركيلي. ابارك لك على ايه؟ سياده اللواء حمايه نقلي مع حسام اخويا الاداره. الف مبروك يا حبيبي. الف مبروك. ألف مبروك. ده حسام هيفرح قوي بالخبر ده. وده أنا هكلمه حالاً أبشره. يا رب يكرمكم يا رب وما يحرمكوش من بعض أبداً. إيه عشان البوتاسيوم ده بوتاسيوم صح؟ ده أكيد بيعمل حاجة. التفاح أكيد بيعمل حاجة. يا محمد ده وقتك. ألو؟ أه يا محمد. خير إن شاء الله. ما تحذر فذر كده، أنا عاوزك في إيه؟ يا سيدي وده وقته وقول لي أنت في إيه؟ سيادة اللواء هاني نقلني معاك الإدارة. بتتكلم بجد؟ والله زي ما بقول لك كده. ألف مبروك يا حضرة الظابط. بسم الله ما شاء الله. ده أنت جيت تحت درسي. 7 الصبح تبقى على مكتبك، هدورك مكتب كل ساعة. وأنا تحت أمر تدوير مكتب سعادتك. أما أنا عارف إنك تحت أمري غصب عنك تحت أمري. أنت مش عاوز أي حاجة؟ ولا حاجة. بص لإيدين أمك بس وقولها تتعلم.
خد بالك من لغايه ما ارجع ياض. ايه يا عم انت مالك مستعجل كده ليه؟ بقول لك نقلت معاك بتقفل معايا ليه؟ لما اجي لك لما اجي لك. سلام سلام. علشان انت هادي انا هاخدك النادي، علشان انت هادي انا هاخد دي بدلها. كيوي كيوي اكيد برضه ليه لازمه. يلا سلمى بص بقى بجد. سلمى سلمى انا جاي لك من طرف واحد حبيبك. لا لا سلمك هديتك يا عريق. سلمى سلمى Allah!